في الحقيقة البنك الزراعي المصري ليه مبادرات كتيرة جدا خاصة بالتغيرات المناخية والتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة، وده من خلال أنه بيدعم رواد الأعمال على الابتكار والتطوير في الأراضي الزراعية، كمان بجانب تشجيع الفلاحين على الاعتماد على منظومة الري الحديثة. قمة استثنائية شهدتها مدينة شرم الشيخ التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها على القارة الإفريقية التي تعتبر أكثر تضرراً، ولكن القيادة السياسية المصرية كانت على وعي بتلك الأزمة واستعدت بإجراءات استباقية، ومن ورائها مؤسسات وطنية مثل البنك الزراعي المصري الذي تبنى مؤخراً العديد من المبادرات لمواجهة تغير المناخ والتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة في إطار رؤيته لأن يصبح بنك التمويل المستدام الأول في مصر. وبرز دور البنك في تحقيق رؤية مصر 2030 الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية وبناء مستقبل أفضل مستدام وقادر على الصمود، حيث قام البنك بدعم القطاع الزراعي وقدم التمويل الميسر لأكثر من 3.5 مليون فلاح يمثلون أسرا يزيد تعدادها عن 20 مليون مواطن. وكان البنك الزراعي المصري سباقا في تعزيز التمويل الموجه لمكافحة التصحر وزيادة الرقعة الزراعية في مصر، وخاصة في المناطق التنموية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة في مصر. ووقع البنك الزراعي المصري اتفاقا مع شركة البورصة القابضة وشركة ليبرا كابيتال لتأسيس شركة ليبرا كربون، وذلك لتيسير تداول أرصدة الكربون الخاصة بالمشروعات والشركات الراغبة في تطبيق مبادئ الاستدامة الزراعية والاقتصادية من خلال مساعدة أصحابها على تحقيق قيمة مادية مضافة. أعتقد إحنا من خلال 3.5 مليون عميل عندنا اللي هم بيمسوا النشاط الزراعي بالأساس، أعتقد إن دول هيكون نواة وبداية قوية للشركة الشراكة المعمولة حالياً. الدافع اللي بيخلينا نعمل كده إيه؟ هو تحقيق الاستدامة الزراعية، تخفيض الانبعاثات الكربونية. ليبرا كابيتال تصنع سوق لمنتج جديد مش موجود في جمهورية مصر العربية. زي ما احنا عارفين الاستدامة النهاردة بقت شيء مهم جدا، وشيء مهم جدا لمصر، وشيء مهم جدا ان احنا نخلق قيمة مضافة للمزارعين بتوعنا. نعم، نحن نتحدث عن تخفيف الانبعاثات والتكيف مع الآثار الضارة والتصدي للخسائر والأضرار، ولكن كل منها له علاقة وطيدة بقطاع المال بأبعاده المختلفة، ودون تمويل تكون هذه الجهود مجرد أماني وأحلام تنتهي بما لا يحمل عقباه. البنك الزراعي كان رائدا أيضا في تمويل الطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية والمشاركة في تمويل المبادرة الرئاسية الخاصة بالري الحديث، إضافة لتمويل مبادرات إحلال السيارات وتطوير منظومة النقل الجماعي. وساهم البنك الزراعي في تحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال الارتقاء بجودة حياة الإنسان ودعم وتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وإطلاق برنامج التمويل متناهي الصغر باب رزق، والمساهمة في مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار والتطوير في القطاع الزراعي.